أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ود من سابق. النهاردة وزي كل مرة حابين نتعرف على بطل من الأبطال اللي قدروا يتحدوا مرض صعب جدا، مرض خطير جدا بتواجهه المجتمع بتاعنا، هو مرض الإدمان. قدر يواجه المرض دوت ويقاومه عشان يقدر يصحح مسار حياته ويفيد نفسه ويفيد مجتمعه. قدر يحرر نفسه ويحرر جسمه ويحرر عقله من مرض خطير جدا اسمه الإدمان. النهاردة معانا بطل من الأبطال دول، معانا أحمد. من في الأول يا أحمد نرحب بيك ونتشرف بيك وتعرفنا عليك في البداية. أهلا بيك يا أستاذ سعيد. أنا اسمي أحمد إمام، مدمن متعافي. كان معايا مشكلة مع المخدرات 20 سنة، رحلة صعبة طبعا، ما شفتش منها أي مكسب، كله خسارة خسارة. خسرت حاجات كتير قوي، من همهم اللي أنا خسرت نفسي، خسرت أهلي، خسرت شغلي. تفتكر يا احمد الظروف او الفتره ديت كنت ايه اللي بتمر بيه ودخلك في موضوع المخدرات، وايه الدوافع اللي خلتك تبتدي تاخد مخدرات او تدور على فكره ان انا اتعاطى اي ماده؟ انا كنت شايف ان انا عندي حب الاستطلاع، بحب اجرب او بحب امارس، انا غاوي حاجه زي كده. طبعا اكتشفت بقى في الاخر خالص بعد ما اتعالجت وتعافيت ان ده سلوك ادماني بيبدا معايا من سن 5 سنين، وانا السلوك ده انا ببتدي اللي انا ادعمه لحد ما بوصل اول حاجه بشربها هي السيجاره. ببدا بقى حب الاستطلاع طبعا مع الاصدقاء والصحاب، جرب ديت مش تجرب ديت. ابتديت اللي انا اخش في السكه ديت من بعد سن 21 سنه. طبعا ابتديتها من اول حاجه، ابتديتها بالدخان. بعد الدخان بصيت لقيت نفسي دخلت في الكيميكال. بعد ما دخلت في الكيميكال وصلت للهيروين. لكن تفتكر يا احمد في اول ما بدات تاخد مخدرات كنت بتوفر ازاي فلوس المخدرات، وازاي كنت تقدر تتعامل مع اللي حواليك وانت داخل في عالم جديد، عالم اكيد صعب واكيد فيه الغاز كتير جدا؟ انا زي ما كنت بقول لحضرتك كده، كان الاول في فلوس معايا، يعني الفلوس موجوده، بقبض من شغل الصبح. رغم من ذلك كنت بشتغل بعد الدورة برضك في الكافتريات، فكان معايا فلوس، فكان سهل، كانت الفلوس معايا. اول ما دخلت في الهيروين تمام، ابتدت بقى المشاكل تزيد. ابتديت ان انا الفلوس اللي كانت معايا ابتدت ان هي بقت تقل، ما بقتش قادر ان انا اوفر فلوس. لو قلنا ايه اكبر موقف خلاك تبتدي تفكر ان انا لا لازم اخرج من الموضوع ده، لازم اقف، لازم ابتدي اغير مسار حياتي؟ اكتر موقف عندي انا في الفتره دي كانت لسه المدام عندي ما كانتش لسه انفصلت عني، كانت لسه موجوده. كان في اليوم ده انا كانش معايا فلوس خالص تمام، ومش عارف انجز فلوس، مش عارف. كله عملت عليه حوارات، كله عملت، مش خلاص الدنيا اتقفلت. كان عندي ابني انا عندي ابن اسمه مصطفى. فكان مصطفى كان في الوقت ده، وكان عنده في الفتره دي كان عنده 3 سنين، كان تعبان وعنده نزله معويه. ففي موجود في البيت بس 50 جنيه في البيت. 50 جنيه ديت اللي انا هاخدها واوديها بيها للدكتور يكشف عليه وادي له علاج تمام. طبعا دماغي اشتغلتني، او رحت واخد ال50 جنيه ورحت ضربت بيها تمام، وقلت دماغي قالت لي انك انت بعد ما تضرب بقى بال50 جنيه هتعرف تتصرف في 50 جنيه تانية، حتى عشان هتعرف تتعامل، تعرف تتكلم، تعرف تقول. لان انا وصلت للمرحلة اللي انا ما بقتش اعرف اتعامل واتكلم ولا اقدر اوصل للي انا عايزه الا لما اكون واخد. في الفترة دي كنت انا في الوقت ده انا كنت تعبان، فاخدت ال50 جنيه ورحت ضربت بيها. طبعا ابني تعب زياده، فمراتي بتقول لي فين ال50 جنيه المدام، وقلت له والله انا ما شفت حاجه، سلوك مدمن، والله انا ما شفت حاجه، انا ما خدتش حاجه، انا مش عارف ايه بتاع. طبعا في الوقت دوت اتجهت لاهلي، الولد تعبان وهو ولا في الدماغ ومش عارف اعمل ايه. ده كان اصعب موقف بالنسبه لي، ان انا بديت نفسي عن ابني بيموت، وخدت رغم من ذلك الفلوس اللي هو بيتعالج بيها، ورحت جبت بقى مخدرات. عايزين نفهم رحله علاجك مرت عليك ازاي؟ رحله علاجي انا ابتديت ان انا دخلت 26/11/2008 زي ما انا بقول لحضرتك كده، اتحجزت 3 شهور في المستشفى. طبعا القرار في الاول كنت متلخبط فيه تمام؟ لان انا كنت متلخبط، حابب حياتي بقى وانا مبطل، وحابب حياتي في نفس الوقت اللي انا ايه؟ اللي انا كنت بضرب مخدرات. ابتديت من الشهر الثاني ابتديت ان انا تلمس معايا، ابتديت اسمع. بعد يعني فتره الاعراض الانسحاب، زي ما يعني اعراض انسحاب تبطيل مراحل. اول حاجه اعراض انسحاب اللي هو ديدوكس، بعد اعراض الانسحاب في حاجه اسمها تاهيل سلوكي. تاهيل السلوكي اللي هو بقى ابتديت اللي انا اخد وعي
واعرف ان انا فعلا معايا مشكله مع المخدرات وان انا مدمن. ابتديت اسلم دماغي وبقيت اسمع كل يوم بتعمل لنا معانا ميتنج، اتنين ميتنج، يعني 180 ميتنج كنت بقعد اتكلم واعبر. اتعلمت ازاي ان انا اعرف ان انا اتعامل مع المرض ده ازاي. من خلال بقى التجربه بتاعه العلاج اللي انت مريت بيها، لو حابب توجه نصيحه لاي حد وقع في المشكله دي تحب تقول له ايه؟ انا انصح كل واحد وكل مدمن وكل مدمنه ان الطريق ده هو ثلاث حاجات: للموت، للسجن، للجنان. احمد بنشكرك على القصه بتاعتك الجميله ديت اللي نتمنى ان كل الناس تستفيد منها. ودي يا جماعه كان حلقه النهارده بنقدم فيها بطل من ابطالنا اللي بنتمنى ان شاء الله نلاقي منه الكتير في المرات الجايه، وان شاء الله هخليكم معانا في برنامج مدمن سابق. كل حلقه هتتعرفوا على قصه جديده من بطل من ابطال التعافي من المخدرات. شكرا.